مشاهدينا الكرام، صباح الخير على حضراتكم. يوم جديد وحلقه جديده من صباح اون تايم، اكيد على مدار حلقتنا النهارده متابعه لابرز وهم الاحداث الرياضيه على الساحه المحليه والعالميه، كمان بيكون في متابعه لكل جديد. واكيد النهارده حلقه جديده وهيكون منور فيها المستر يحيى حمزه. مش حاسك بتقدميني والله مرهقه قوي النهارده. والله انا مش قادره لك، فلو انت مش عاجبك الانترفيو انت كده همشي. صباح الفل عليك يا مريم، صباح الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وصباح جديد ان شاء الله، ساعة ونص هنكون موجودين مع حضراتكم، واكيد عندنا تفاصيل كتير وكلام كتير عن الدوري المصري النهارده، ماتشين امبي وطلائع الجيش الاهلي في مواجهة استرن. اكيد هنتكلم بالتفاصيل عن مباريات اليوم، كل ده هيكون من خلال ساعة ونص جايين في صباح اون تايم. سلامة يا حبيبي بالسلامة، يا صباح عشق اللي معانا. كلمتين وبس. المشوار ما الله 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 الله. يا ولد يا ولد يا ولد، لمسه تصويبه قويه، جول جول جول. ايه يا ابني الجول ده؟ طيب خلينا نبدا مع حضراتكم كلامنا النهارده على ماتشات الدوري المصري الممتاز. النهارده في ماتشين، الاول هيكون الساعه 6:30 مساء ان شاء الله، هيكون ما بين امبي وطلائع الجيش وفيرا في مواجهه طبعا الكابتن طارق العشري. ويمكن يعني وضعيه الفريقين مستقره في جدول الترتيب. كمان لو هتتكلم عن دوافع الفرقتين، الدوافع اعتقد متساويه بشكل كبير جدا، كل فريق عايز يامن موقفه ويامن ترتيبه في جدول الترتيب. وخلاص انت في الاسابيع الاخيره يعني من مسابقه الدوري. لو بتتكلم عن نادي طلائع الجيش، الحقيقه الكابتن طارق العشري بيقدم مستوى عظيم جدا مع طلائع الجيش، موجود في المركز الخامس عنده 45 نقطة وبيعيش واحدة من أفضل مواسمه مع الكابتن طارق العشري. بتتكلم في بداية طلائع الجيش في الأسابيع الأولى ما كانش أفضل حال، بعد كده بيرجع مرة تانية طلائع الجيش بيحقق نتائج كبيرة جدا، بيبتدي يتحط في مكان كويس جدا، تكلم في مركز خامس، فالموضوع بفارق كبير جدا كتير جدا مع الكابتن طارق العشري. الناحية التانية إمبي يمكن مش أفضل حال، بيخسر ماتشين، بيتعادل ماتش، كان خسر من بنك الأهلي في مباراة في كأس مصر، يمكن كانت مباراة عظيمة جدا، كان مريهان ممكن تكلمنا عنها برضه، كانت موجودة في الاستوديو التحليلي. فبتتكلم وكمان اتعادل مع سيراميكا ويعني بيمشي على خط سطر ويسيب سطر زي ما بيقولوا، لكن هو الراجل ماشي بشكل كويس مع 35 نقطة، مأمن نفسه في المركز العاشر، فالدوافع متساوية عند الفرقتين، سواء طلائع الجيش عايز ثلاث نقاط بس ما فيش قلق. يعني دايما المباريات اللي في الأسابيع الأخيرة لما بيبقى فيه فريق خلاص في منتصف الجدول أو مأمن نفسه بعيد عن مناطق الهبوط، فما بيبقاش عنده الدوافع مرتفعة بالشكل اللي انت يعني بتقول عليه. لكن النهاردة نتمنى ان احنا نشوف مباراة بإذن الله تكون فيها متعة كروية ما بين امبي وما بين طلائع الجيش. المباراه الثانيه عند مريهان بكل تفاصيلها، ما تقلقوش يعني. اوعى تروحوا في اي حته. ولكن لو هعلق برده على مباراه طلائع الجيش وامبي، يعني حقيقه كابتن طارق العشري كان ليه تصريحات كتيره حتى في الساعات الاخيره، هو طول الوقت يعني بسبب الموسم المميز اللي هو مقدمه مع الفريق، فهو حتى حابب ان هو يكون بينهي وبيختم بنفس الشكل ده، فمع ذلك ان هو حتى محافظ على مكان هو مش كده كده يعني افريقيا الدرو اتعمل، فما فيش اي تنافس على المراكز الاربعه الأولى، وكده كده برضه هو بعيد عن الصراع للهروب من الهبوط، ولكن هو عايز يفضل ماشي بالشكل المميز ده مع الفريق لاخر نقطه في الدوري. الناحيه الثانيه كمان انا بشوف انه المباراه الكبيره اللي قدمها فييرا مع فريق طلائع مع ام بي في مباراه الكاس، حتى بالرغم من الخساره ولكن انا شفتها خلقت دوافع جديده، وكمان الفريق هيكون مركز جدا في الماتشات اللي جايه ان هو بقى يبدا يشوف وتيره منتظمه بيمشي عليها الفريق علشان
علشان اللي فات ما كانش احسن حاجه في النتائج، ولا يعني كان في تذبذب في النتائج وفي الاداء بشكل كبير تحت قياده فييرا. فبالتالي بنتكلم على مباراه ما فيهاش صراع على نقطه ولا فيها اي فروقات هتحصل ممكن من النتيجه، ولكن الكل بيخلق الدوافع لنفسه وللفريق علشان يكونوا ماشيين بنتائج ايجابيه. ما حدش هيكون يعني بيتكاسل ان هو يحصد 3 نقاط لو في ايده. خلونا نروح للمباراه الثانيه النهارده، اكيد هيكون في ظهور مره ثانيه لنادي الاهلي، مباراه جماهيريه يعني هنقول ان هي لا تقبل القسم على 2. الناحيه الثانيه هيكون بيتواجه امام ايسترن كومباني اللي يعني بيعاني الموسم ده، واللا بديل عن الفوز بالنسبه لايسترن كومباني اللي هو بيحاول يحصد اي نقطه، هيكون يعني بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يحصد 3 نقاط، ولو لا على الاقل نقطه واحده علشان الوضع مش احسن حاجه بالنسبه له. المباراه ممكن تكون بالنسبه كمان للنادي الاهلي اللي بيشارك دلوقتي، خلاص شايفين عناصر الشباب هي اللي بتشارك بالشكل الاكبر في الفترات الاخيره، فبرضه كله عنده دوافع مختلفه. والنادي الاهلي برضه يعني بالرغم ان انت تحس شويه انه من بقى جولتين ثلاثه بعد القرارات اللي صدرت انه ممكن يكون النادي الاهلي بيشارك بالشباب اكتر وهيكون بيريح اللعيبه الاساسيه، يعني البعض يعتبرها كانه خلاص بقى رامي مسابقه الدوري الموسم ده، ولكن دي مش حقيقه. اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي اكيد بتقاتل، وكمان الناحيه الثانيه مستنيين لانه لسه النادي الزمالك يعني محتاج ان هو يكون بيحقق فوزين، فبالتالي هو كمان عنده امل لو حصل اي تعثر لان المنافسه بتفضل في الملعب لاخر لحظه. فبالتالي يعني هنكون بنتابع المباراه دي وبنشوف ايه اللي هيكون بيحصل فيها، لانه يعني متعه اخر اسابيع. والكابتن طبعا علي عبد العال حابب ان هو يكون بيقدم مباراه كبيره، فان شاء الله نشوف النهارده مباراه تكون ممتعه يعني في اطار منافسات هذه الجوله من بطوله الدوري. طبعا زي ما انت قلت مرهان، يمكن لو هتتكلم عن ايسترن كان بيعاني في بدايه الموسم، الكابتن علي عبد العال ابتدى يحصد نقاط، ابتدى الوضع يبقى افضل شويه، عنده 28 نقطه، بتتكلم النهارده لو خد 3 نقط هيبقى 31 نقطه، فهيبتدي يخش اللي هو يقرب من انجاز انا بشوفه هيبقى يعني انجاز كبير جدا طبعا. لو بقى ايسترن وكابتن علاء عبد العال عارف ان هو يحقق ده ويقعد بيهم للسنه اللي جايه، اعتقد ده انجاز كبير جدا لنادي ايسترن والكابتن علاء عبد العال واللعيبه اللي موجوده. الناحيه الثانيه زي ما اتكلمت سويش النهارده باللعيبه الشباب بتجربه اللعيبه اللي انت بتشوفها، عايز 3 نقاط، مستني اي تعثر يحصل لنادي الزمالك باي 3 نقط بالنسبه له مهمين. الشكل اللي بيظهر بيه مع سوارش اللعيبه، الناس ابتدت تتكلم ان انت الراجل سوارش لسه ما ظهرش، لسه ما فيش حاجه، لسه ما فيش جمله، لسه يعني ممكن تقول ان انا مش هظلم الراجل، مش هطلع اقول ان هو خلاص لحد كده ما حققش حاجه مع النادي الاهلي، بس لسه ما فيش حتى شكل ظهر. عندك ظروف صعبه جدا واصابات ولكن ما فيش حاجه ظهرت لسه بالنسبه لسوارش تكون بترضي جمهور النادي الاهلي. فالراجل هيبقى عايز على الاقل بتحقق 3 نقاط وبتظهر بشكل يبقى مرضي بنسبة حتى بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، ولكن المباراة مش هتكون سهلة أبدا مع كابتن عبد العال عبد العال بالشكل الدفاعي، بالتكتلات اللي بيعملها، بالكاونتر أتاك مع الـ3 لعيبة اللي موجودين عنده في الخط الهجومي. فالموضوع مش هيبقى سهل النهاردة، لأن إسترن هيكون بيحارب على 3 نقاط النهاردة، زي ما قالت مريهان في أول كلامها أن هو كل 3 نقط اكيد هيكونوا مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي. يعني الحسابات طبعا مختلفه عند كل فريق، ولكن من المؤكد ان هي هيكون فيها استماته من الطرفين، كل حد عنده دوافع وكل واحد عنده اهتمام بالمباراه دي علشان يكون بيحقق فيها نتيجه ايجابيه. اكيد مباراه هتكون بتنطلق النهارده وهنكون بنتابعها بكل تفاصيلها وفي استوديو تحليلي اكيد خاص ليها على قناه اون تايم سبورتس 1، ولكن خلونا نطلع للتقرير نعرف تفاصيل اكتر عن هذا اللقاء ونعود مره ثانيه. وصل قطار المنافسات في الدوري الممتاز لمراحله الأخيرة، ففي الجولة 31 يواجه الأهلي الباحث عن مواصلة انتفاضته نظيره إسترن كومباني الذي يبحث هو الآخر عن الهروب من شبح الهبوط من المسابقة المحلية. الأهلي الذي يحتل المركز الثالث ب 62 نقطة جمعها من 29 مباراة بواقع 18 انتصار و8 تعادلات، ولم يعرف الهزيمة إلا في 3 لقاءات فقط، ويمتلك لقاء مؤجلا مع الإسماعيلي ويسعى لمواصلة انتفاضته في المسابقة المحلية بعدما تفوق على الاتحاد السكندري بالثلاثية والمصري بثنائية في الدوري قبل تخطيه لعقبة مصر للمقصة في ثمن نهائي كأس مصر بهدف نظيف.
بينما فريق إيسترن كومباني الذي يقوده فنيا علاء عبد العال لا بديل أمامه غير الفوز للابتعاد عن دوامة صراع الهبوط في الدوري، إذ يحتل المركز السادس عشر بثمانية وعشرين نقطة بعد خوضه لثلاثين مباراة، لم يفز إلا في ست مباريات فقط مقابل عشر تعادلات، وتلقى الهزيمة 14 مرة خلال المسابقة المحلية. ويواصل الأهلي سياسة الاعتماد على لاعبه الشباب في مبارياته المتبقية في الدوري في ظل تألقهم وتقديم مستويات مميزة رفقة الأحمر خلال المباريات الأخيرة، وعلى رأسهم يأتي أحمد سيد غريب الذي أحرز هدفين بجانب زياد طارق ومحمد أشرف الذي يتألق في الجبهة اليسرى للقلعة الحمراء. مواجهة الدور الأول حسمها الأهلي برباعية بأقدام الشحات وطاهر ووليد سليمان وأحمد عبد القادر الذي يعود للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، فهل يعيد الأهلي التفوق أم لفريق إيسترن كومباني رأي آخر في موقعة الجبل الأخضر؟ نادي الأهلي في مواجهة إيسترن النهاردة، سواش مواجهة الكابتن علاء عبد العال، أكيد مواجهة مش هتكون سهلة. خلينا نستعرض مع حضراتكم لو بنتكلم عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي النهاردة هيكون شكله عامل إزاي. علاء لطفي في حراسة المرمى، في خط الدفاع هيكون رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني، كريم فؤاد، خط الوسط ألي ديانج ولويس ميكيسوني، محمد فخري، زياد طارق وأحمد سيد غريب. يمكن أسامي مش كتيرة من شباب النادي الأهلي، بتكلم فخري وزياد طارق أحمد سيد غريب، ولكن لو بتكلم على بقية اللعيبة كلها لعيب النادي الأهلي، يعني بتكلم في رامي ربيعة، منعم، متولي، محمد هاني، كريم فؤاد، ديانج، لويس ميكيسوني اللي أصبح لغز كبير جدا جدا في تشكيلة سوارش والإصرار عليه بشكل كبير جدا، بنشوفه في الماتشات الأخيرة كلها بيشارك، يمكن ما بيقدمش الجمهور النادي الأهلي مستنيه منه، يعني خلاص الناس كلها ابتدت تتعود على فكرة إن بيرستاو مصاب وإن ميكيسوني ما بيقدمش حاجة، يعني ده لغز كبير جدا في النادي الاهلي بالنسبه لي. كميكيسوني انت واحد لعيب محترف، ممكن يكون في لعيبه كتير في النادي الاهلي موجوده دلوقتي حتى من شباب النادي الاهلي ليها احقيه ان هي تكون موجوده وبتلعب على حساب لويس ميكيسوني، بس هي في الاول وفي الاخر كلها وجهات نظر مدير فني، وسواريش الراجل عارف امكانيات اللعيبه اللي موجوده عنده، محتاج اللعيب ده او اللعيب ده في المباراه اللي هيكون بيلعبها هو اضرب بحاله فنيه اللي موجوده عند اللعيبه، وفي الاخر هو اللي بيتحاسب يعني من قبل جمهور النادي الاهلي ومن قبل مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي بيتحاسب الراجل سواريش اللي لسه زي ما كنت بتكلم قبل ما نروح نشوف التقارير لسه ما فيش بصمات ليه ظهرت ووضحت مع النادي الاهلي حتى الان، هنشوف النهارده ممكن يكون بيقدم ايه امام الكابتن علاء عبد العال. الحقيقه حسابات سواريش علشان يكون بيقرر مين اللي يشارك ومين ما يشاركش هي صعبه، هو برضو عنده وجهه نظر يعني حتى يعني بالرغم ان هو اول مره شارك فيها اللعيبه الشباب هم يكونوا بيظهروا بشكل جيد في مباراه الاتحاد السكندري والفوز بثلاث اهداف في المباراه اللي بعدها، بنتكلم على ان هو لما لعب مباراه المصري عكس توقعات ناس كتيره كانوا متخيلين ان هو هيظهر بنفس التشكيل وبنفس عدد اللعيبه الشباب، لا هو فضل ان هو يكون بيريحهم، حتى زياد طارق المتالق هو فضل ان هو ما يكونش بيشركه، فهو ممكن يكون عنده وجهه نظر الى حد ما ان هو ما يكونش بيضغط على اللعيبه الشباب اللي هم ما يتحرقوش، ما يكونش عندهم ضغط مباريات، ما يجهدوش، عندهم فكر زي ده. ميكيسوني طبعا واحنا داخلين على ميركاتو وهيكون بيظهر فيها الصفقات وخصوصا الصفقات الافريقيه المتعلقه بالانديه الجماهيريه، فالى اي مدى هو بقى عايز يكون بيخرج كل الطاقه وكل الامكانيات علشان يتم تقييمه بالشكل النهائي من خلال بقى يعني شركه الكوره ومجلس الاداره وهو طبعا كجهاز فني بيترأسه عشان يكون الحسم في كل القرارات بتاعه اي لعيبه محترفه موجوده ومين هيكون بيجي مكانهم لو افترضنا ان اللعيبه دي مش هتكون مع النادي الاهلي في الموسم اللي جاي، فاعتقد هو برضو عنده وجهات نظر مختلفه عن الاشراك، ممكن يكون مش عايز يتعب اللعيبه الشباب وفي نفس الوقت عايز يكون بيكشف كل الاوراق اللي عنده علشان يعرف يعمل ايه الموسم يعني ده. هو فكره الاجهاد هي موجوده اكتر عند اللعيبه الكبار، اللعيبه الشباب يمكن مش هو خايف ان هو يجهدوا، خايف يحرقهم، خايف يضغطهم، الله اعلم طبعا، يعني هو اكيد ليه فكر مختلف واكيد هو بيفكر بشكل مختلف عننا كلنا او عن كده انا وياه احنا الاثنين قاعدين قاعدين على الكلام بنفكر مع بعض، بس لو بنفكر بشكل منطقي يعني يا مريان انت في لعيبه انت بتشوفها انت عارف اللعيب ده كويس او مش كويس او امكانياته شكلها عامل ازاي، يعني لما اجي لاعب ميكيسوني مثلا
على حساب لعيب زي زياد طارق او لا، في لعيبه تستحق ان هي تكون موجوده في الملعب وان هي تاخد فرصه واللعيبه مش مجهده، خصوصا لو منطلق، ايوه خصوصا لو هو يعني خلاص متالق يعني وخلاص رجليه خدت على الملعب، يعني جاب جون خد ثقه، الجمهور ابتدى يتكلم عنه، فهو ده وقتهم. انت لو ما خلاص انت عندك 3 ماتشات فاضلين، طمعان في كل 3 نقط، عشان لو حصل وتعثر نادي الزمالك يبقى انت ليك فرصه ان انت تكون موجود او بتقرب حتى بمركز تاني من بيراميدز. لكن الموضوع دلوقتي خلاص بقى صعب جدا على الحاله الفنيه اللي وصل لها النادي الاهلي. انت بتشوف دلوقتي جمهور النادي الاهلي لما كان اخر ماتش مصر مقصه في الكاس بتكسب 1-0 في الدقيقه حاجه و90 عن طريق ركله جزاء اللي سجلها رامي ربيعه، مفيش شكل، مفيش اداء، يعني في المفروض محلل قاعد في الجهاز الفني لسواريز بيتفرج عارف ان مصر المقصه يمكن دارسهم كويس ومتفرج وعارف هم بيلعبوا بطريقه شكلها عامل ازاي بتاع. فانت هنا بترجع ان انت مش محتاج تلعب مثلا بتكتل دفاعي او محتاج تهاجم، محتاج تضغط، محتاج. كان لسه الاهلي لعب مع مصر المقصه ما فيش قبلها بكام اسبوع في الدوري، في الدوري يعني بالظبط، ونفس الكلام وكسب 1-0 برضه يعني في شويه تفاصيل كده فنيه عند الجهاز الفني، مش سواريز بس، الجهاز الفني بشكل عام محتاجين نشوف حاجه تانية، نشوف شكل مختلف المباراه اللي جايه على الاقل. هل يا ترى مباراه ايسترن كومباني اللي هتكون بتجلب الشكل المختلف اللي جماهير النادي الاهلي منتظراه من سواريز وكل اللعيبه داخل صفوف الفريق، ولا لسه هيكون نادي الاهلي بيشتغل على طريقه تغيير المنظومه وكل حاجه موجوده داخل الفريق الاول لكره القدم في الفتره اللي جايه؟ كل ده اكيد هيبان، ولكن من المؤكد ان في شويه حاجات ساعات بتاخد وقت او بتكون محتاجه وقت اكتر من اللي الناس متخيلاه علشان تتظبط. فطبعا يعني مسؤوليه كبيرة جدا بتقع على مجلس إدارة النادي الأهلي في التوقيت الحالي عشان تكون بتنسق حاجات كتيرة مع بعض، في ظل إن الموسم لسه مستمر والموسم مش هينتهي يوم 30/8 زي ما احنا يعني البعض بيقول، لأن لسه في كأس مصر، ويا ترى هيتلعب إمتى؟ لسه ما تحددش دور الثمانية هيكون بيبدأ إمتى، ولا الناس هتبدأ تستعد ليه إمتى؟ فعندنا أكتر من مسابقة وأكتر من منافسة شغالة، والدوري كده كده 16/10، فالمواعيد كلها يعني ملتحم. بس ان شاء الله نخلص كاس مصر في الفتره اللي جايه بحيث ان احنا نبدا بقى فعلا موسم جديد، يبقى مش موسم استثنائي على الاطلاق، وما نطلقش على اي موسم جاي يا رب اي مصطلح ليه علاقه بان هو استثنائي، عشان نبدا نكون بنبدا مع كل بقى الدوريات في العالم. والميزه السنه دي كمان او الموسم اللي جاي ان الدوريات في اوروبا هتتاخر سنه في الانتهاء، لان هم هيتوقفوا في الفتره بتاعه كاس العالم اللي مش جاي في التوقيت الطبيعي بتاعه في الصيف، فبالتالي هيترحل نهايه الموسم. فدي فرصه لينا ان احنا نبدا نكون بنظبط برضو التواريخ بتاعتنا ومواعيد المسابقات المحليه. خلونا نروح برضو ونرجع مره تانية بقى لمباراه ايسترن كومباني والنادي الاهلي اللي هتكون بتنطلق النهارده ان شاء الله، ونتواصل مع حضراتكم من خلال فقره اللعبه. حابين نعرف توقعات متابعينا من خلال التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بينا On Time Sports، توقعاتكم لمباراة النادي الأهلي وإسترن كومباني النهاردة في بطولة الدوري، ومع نهاية الحلقة أكيد هنكون بنستعرض بعض التوقعات. طيب خلينا نروح دلوقتي لتصريح وتعليق، تصريح وتعليق من المهندس يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي. ويمكن الايام اللي فاتت ابتدى كلام كتير عن 2 لعيبه داخل النادي الاسماعيلي، باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي، وايه اللي ممكن يحصل والتفاصيل هيكون شكلها عامل ازاي، وهل هيستغنى النادي الاسماعيلي عن خدمات باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي في سبيل ان انت تكون بتسدد الديون اللي عليك وان انت عندك ازمه ماليه، وطب الشكل هيكون عامل ازاي، طب هل هيرضى جمهور النادي الاسماعيلي وجمهور اسماعيليه عن فكره رحيل 2 من اهم لاعبي النادي الاسماعيلي باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي؟ استاذ يحيى الكومي اتكلم عن ان باهر عايز يحترف، والراجل اتكلم اكتر من مره، وان النادي الاهلي عايز يكون بيضم باهر المحمدي. اكد المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الاسماعيلي ان باهر بيرغب في خوض تجربه احترافيه خارج مصر، وقال ان باهر تلقى عرض من النادي الاهلي بعد ما تواصل معاه مسؤول النادي الاهلي، وكمان كمل كلامه ان باهر هيتم بيعه وفقا لعدد من المعايير ابرزها رغبه اللاعب والمقابل المادي الاعلى لحل الأزمة المالية اللي موجودة في نادي الإسماعيلي. وأضاف كمان رئيس النادي أن الفريق عليه مديونيات كتيرة جدا خلال الفترة اللي جاية، ومفيش هناك مساعدة أو موارد لحل ده غير الأزمات، غير أن هو يكون بيبيع 2 لعيبة. وعلى فكرة لما اتكلمنا عن عبد الرحمن مجدي وعن باهر محمدي، ولكن المقابل المادي اللي كان بيتكلم فيه المهندس يحيى الكومي كبير جدا جدا جدا، وهو برضه محطوط في ازمه كبيره جدا، ان هو عايز يسد مديوناته، ومفيش اي دخل داخل النادي الاسماعيلي بالارقام اللي موجوده او بالديون اللي موجوده على النادي الاسماعيلي. ففكره ان انت هنا بتشوف هتعمل ايه، الحلول ماشيه ازاي، طب انا محتاج لعيب، يعني انت كان النادي الاسماعيلي اصلا لما بتيجي تبص على الموسم ده كان موسم كارثي بالنسبه للنادي الاسماعيلي، فانت محتاج اصلا تدعم،
وفي نفس الوقت عليك مديونيات، وفي نفس الوقت عايز تخرج اتنين لعيبه اللي هم اهم لعيبه عندك، بجانب بقى احمد مدبولي طبعا واحد برضه من افضل اللعيبه اللي موجودين. بس بتكلم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمد. باهر نادي الاهلي بيتكلم معاه عبد الرحمن مجدي في مفاوضات سواء من هنا او من هنا، لسه ما فيش اي قرارات من قبل المهندس يحيى الكومي او مجلس اداره النادي الاسماعيلي ايه الشكل هيكون عامل ازاي، بس هو قال بصراحه يعني ان انا محتاج ابيع اتنين لعيبه عشان اقدر ادخل فلوس للنادي، اقدر اسدد بيها مديونيات عشان ما يكونش في بقى وقف قيد وتخش في التفاصيل اللي انت عارفها دي، وان جمهور النادي الاسماعيلي لازم، وانا شايف ان انت اطلع بقى واجه النادي جمهور النادي الاسماعيلي وقول ان احنا دلوقتي عندنا ازمه بتتمثل في 1 2 3 4 وهنضطر نعمل 1 2 3 عشان نقدر نحل الازمه دي ويكون مكملين في الموسم اللي جاي. ايا كان بقى هتستغنى عن باهر، عن عبد الرحمن مجدي، عن احمد مدبولي، ايا كان مين اللعيب اللي انت ممكن تكون بتستغنى عنه في ظل ان انت تكون بتحل ازمه، لازم تكون بتواجه جمهورك ولازم تقول لجمهور النادي الاسماعيلي كل التفاصيل، واعتقد ده الحل الانسب يعني بالنسبه لمجلس اداره النادي الاسماعيلي. اتمنى ان يكون الاسماعيلي في الموسم اللي جاي شكل مختلف وما يكونش بيعدي باللي شفناه سواء السنه دي او السنه اللي فاتت، نشوفه بقى في مكانته الطبيعيه. انت عديت من نفق كان نفق مظلم، بس لسه مش هو ده النادي الاسماعيلي، مش مكانة النادي الاسماعيلي ان انت تكون في مركز 10 او مركز 11 او مركز 8 ايا كان، لا انت مكانك في المربع الذهبي، وده اللي تعودنا عليه من لعيبة اسماعيلية ومن شكل النادي الاسماعيلي. اتمنى ان يكون الموسم اللي جاي الشكل يكون مختلف. كان الله في عون الحقيقة، عدد كبير جدا من رؤساء أندية جماهيرية في التوقيت الحالي بيعانوا بسبب أزمات مالية في وقت هي المادة اللي بقت بتتكلم في منظومة كرة القدم، ولازم برضو نفضل فاكرين إنه الأندية دي فيها حاجات تانية، يعني إحنا اللي بيتسلط عليه الضوء بس التزاماتهم المتعلقة بمنظومة كرة القدم، ولكن هم عندهم حاجات تانية كتير موجودة داخل أسوار النادي برضو مجبرين إنهم يكونوا بيهتموا بيها على المستوى المادي، عندهم أعضاء ممكن ما يكونوش مهتمين حتى بالكرة وعايزين حاجات تانية تكون متوفرة داخل النادي، فمسؤولية كبيرة جدا جدا، يعني أنا يعني بشفق عليهم إن هم مضطرين يكونوا محطوطين فيها، ولكن بإذن الله يكونوا قادرين يحلوا هذه الأزمات، وفي الفترة اللي جاية يكون في تسوية بعض الشيء وتوازن في سوق الكورة، علشان هو اللي عمل التأثير الكبير جدا على المادة دلوقتي. هي صناعة ولكن صعب جدا الفلوس والكم اللي احنا وصلنا له والامكانيات اصلا، يعني لو نتكلم بصراحه امكانيات اللعيبه المصريه جيده جدا ودايما نتمنى لهم كل التوفيق، ولكن الارقام غير متناسقه خالص مع المنافسه والمسابقه بتاعه الكوره، فبالتالي بنتكلم على لا ضغط كبير جدا بيقع على كل المسؤولين في التوقيت. طبعا اكيد انت بتتكلم في توقيت صعب، وفكره انا عارف الفلوس اخر حاجه بتفرق معاك إيه؟ يعني بتكلم على نفسك. انا الفلوس اخر حاجه تفرق معايا، انت عارفين انا الفلوس مبهزه كده كده، معيش فلوس فمش فارقه، فهي مش فارقه معايا حاجه يعني عادي. لسه معايا 25 قرش قوي اصلا، مبقاش اربع على طول ماشي بيها. طيب نرجع تانية نتكلم على الكرة. على الحقيقة منتخبنا الأول لكرة القدم احنا كنا بنتابع طبعا الظروف اللي كان بيعدي بيها، ولسه يعني للأسف في وقت الجماهيرية بتاعت منتخبنا الأول اللي كنا دايما بنشوفها في الشارع هي اللي بتحرك الناس كلها، لا دلوقتي ما بقتش هي دلوقتي للأسف الناس بتنتمي للأندية أكتر ما بتنتمي لمنتخبنا الأول الفترة الأخيرة. يعني مع كأس أمم أفريقيا اللي كنا بنتابعه ووصلنا إلى المباراة النهائية بالرغم من الخسارة أمام المنتخب السنغالي، كنا حاسين إن في شوية يعني بصيص من الأمل، بعد كده طبعا لم نستطع التأهل إلى كأس العالم برضو أمام منتخب السنغال، وكانت الفرصة خلاص خلصت أمام مستر كارلوس كيروش عشان يكون بيرحل عن القيادة الفنية. فوصلنا لقيادة فنية لمدير فني محلي بعد مطالبات الحياة، يعني كان الشارع المصري منقسم وكانت وجهة الأنظار منقسمة كمان داخل مجلس الإدارة، مدرب أجنبي ولا مدرب محلي. والكابتن إيهاب جلال طبعا واحد من المدربين المحترمين جدا المتألقين اللي ليهم تاريخ مميز على مستوى الأندية المحلية، تم الدفع به أنه هو يكون بيقود منتخبنا الأول في وقت كان صعب جدا جدا جدا. كابتن إيهاب كان موجود في قيادة فنية مع فريق بيراميدز اللي كان ماشي بشكل كويس ولحد دلوقتي ماشي بشكل كويس، وكان رهان يعني كان حصان اسود فايز، يعني بنتكلم ان هو حتى الموسم ده دايما بيتم الاشاره ان هو كان اقرب المواسم ان هو حتى يكون بيتنافس بشكل اكبر على لقب الدوري، رحل عنه وساب الرهان اللي كان يعتبر فايز الى حد كبير وتولى قيادة فنية لمنتخبنا الاول.
لعدة أيام. طبعا كانت يعني تحدي ما كانش أحسن حاجة، طبعا ناس كتيرة جدا شافت أنه رد الفعل أنه في الإخفاق بتاع منتخبنا الأول على المستوى الفني يكون التضحية بالكابتن إيهاب جلال بالشكل ده، اللي هو ملوش دعوة لسه ملحقش أصلا يكون بيعمل حاجة. يعني إلى حد ما كان في إجماع بنسبة 99% بالرغم أن احنا طول الوقت لا نجمع على حاجة في الكورة، ولكن كان في ناس كتيرة جدا عندها اقتناع أن الكابتن إيهاب جلال بالفعل اتظلم وجه في توقيت صعب واتحكم عليه بشكل سريع وهو ما خدش اصلا الفرصه الكامله. خلونا نقربكم من تصريح تاني للكابتن حازم امام، طبعا واحد من نجوم منتخبنا الاول ونادي الزمالك وعضو في مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم في التوقيت الحالي. كان ليه تصريح قال ظلمنا ايهاب جلال. الكابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكره قال بحب ايهاب جلال جدا بشكل كبير وبعتذر له والكره ظلمه، وقلت اني مش ضده كشخص ولكن كفكره لمدرب محلي، وبقول دايما انه من افضل المدربين في مصر واحنا ظلمناه بالطبع. يعني اعتراف طبعا من الكابتن حازم امام في ظل ان احنا يعني مش طول الوقت الناس لما بتعمل حاجه قرار غلط بتقول انا لم اوفق في هذا القرار، ولكن فعلا الكابتن ايهاب جلال ظلم بغض النظر هل كان هينجح لو خد وقت ولا لا، دي حاجه في علم الغيب، ولكن هو ما خدش فرصه حقيقيه عشان يقيم عليها ولا عشان يكون بيرحل بالشكل الغريب ده والسريع، وهو ساب شغله وكان مستقر فيه علشان يكون بيبدأ مرحلة جديدة مع منتخبنا الوطني، لم يوفر إليه أي شيء، لم يتم تحديد معايير حاجة، لم يتم تحديد أهداف لازم يكون بيحققها مدى قصير أو مدى طويل، ورحل بشكل مفاجئ. سيبك تعلق عشان المفروض أطلع. لا لا براحتك براحتك. عندك تعليق ولا أطلع؟ لا ما عنديش حاجة، اتفضلي اتفضلي. بموت في طموح طموح نفسي يتكلم. نطلع لفاصل خلاص، اتفضل يا أستاذ شريف. مشاهدينا بجد ترحيب بحضراتكم مره تانية، لسه مستمرين معاكم في صباح اون تايم. خلينا نبتدي مع حضراتكم قبل ما نروح نبتدي اخبارنا، ولكن هتكلم عن علاقه احب تشوفها دايما موجوده ما بين طبعا اللي شفناه يمكن كلام كتير عن تفاصيل ما بين الكابتن حازم امام والانتقاد لمحمد ابو جبل بعد كان هيرحل للنصر السعودي والموضوع وقف ورجع مره تانية والكلام اللي طلع والتويتس اللي اتقالت، ولكن بعد الكلام اللي ظهر امبارح شفنا ابو جبل طلع اتكلم وطلع كتب تويتر بيتكلم فيها عن كابتن حازم امام وان هو مفيش اعتذار لاي حاجه، بعد طبعا ما كابتن حازم امام طلع اتكلم وقال ان هو مفيش حاجه وان ابو جبل واحد من اللعيبه المميزين سواء مع منتخب مصر او مع نادي الزمالك. ابو جبل زي ما حضراتكم شايفين قال ان كابتن حازم امام اخ كبير ليه وما حصلش اي حاجه ولا يعتذر وهيظل في نظره قدوه دايما، وعلى طول بناخد برايك يا كابتن حازم من خلال خبراتك طبعا اللي موجوده، ومش وكان مستني ابو جبل ان هو يسمع ان كابتن حازم امام يسمع منه هو، ولكن هو مش شايف ان انا ما اقبلش اعتذار لان هو اصلا مش موجود من الاساس. ودي حاجه الحقيقه ان انت لازم لما بتتكلم عن حاجات بتشوفها في الوسط الرياضي ممكن حاجات زي دي بتخلق شويه من التعصب او، ولكن كابتن حازم امام قيمه كبيره جدا 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 سواء منتخب مصر او داخل نادي الزمالك او حتى دلوقتي استكمالا لمشواره سواء في اتحاد الكوره. كابتن حازم امام مفيش اتنين في مصر يختلفوا عليه وعن احترامه وعن اخلاقه وعن كل حاجه ويعني عن معرفه شخصيه بالكابتن حازم امام. من الناحيه الثانيه ابو جبل بعد الكلام والتفاصيل اللي حصلت وان انا مش هرجع الزمالك او لن ولم والتويتس اللي كانت اتكتبت ممكن التوقيتات بتكون غلط او ان انت بتبقى بس مشحون بعض الشيء من الضغوطات اللي موجوده على السوشيال ميديا فده بيخليك تكتب حاجه، لكن الصدام اللي ممكن يكون يحصل ما بين محمد ابو جبل وما بين الكابتن حازم امام ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل زي ما قال ابو جبل ان هو ما فيش اعتذار لان انت اخ كبير قدوه كبيره دايما متعودين منك على كده. فاعتقد ان انت فكره ان يكون في صدام بين محمد ابو جبل وما بين الكابتن حازم امام بعيد كل البعد، وده اللي شفناه امبارح بعد طبعا التويتس اللي عرضتها مع حضراتكم من محمد ابو جبل اللي بيرد فيها على الكابتن حازم امام. ونتمنى ان الحاله دي تكون موجوده دايما ما بين في الوسط الرياضي ما بين اي حد سواء كبير او صغير، لان هو ده اللي احنا بنتمناه وهي دي الرياضه. ممكن انتقدك عادي ما فيهاش مشكله طالما نقد بناء او في سياق الماتش او فنيا او ايا كان، بس في الاخر ان احنا يحصل اي حاجه ويحصل تطاول ما بين اي حد دي مش مقبوله ابدا وما بنشوفهاش وما حبش ان احنا نشوفها ابدا في الوسط الرياضي. كنت حابب بس قبل ما نبدا اخبارنا او نبدا ناخد لايف نتكلم فنيا عن مباراه الاهلي وايسترن انوه عن موضوع كابتن حازم امام
كابتن محمد ابو جبل طبعا اللي تم امبارح على السوشيال ميديا. يعني كده كده الموضوع ده كان واخد لافت الانظار في الساعات اللي فاتت، والحقيقه يعني الكابتن حازم امام بيتكلم بوجهه نظر ليه علاقه بخبراته الكبيره في مجال كره القدم. والحقيقه كمان كان امبارح ليه بعض التصريحات، يعني انا كنت بتابع على قناه اون سبورت اف ام وهو كان بيتكلم بشكل اللي هو سريع جدا، اللي هو انا بعلق على اللي حاصل، هو ما حدش فينا عارف اي حد ظروفه عامله ازاي، ما حدش فينا عارف البيت بتاعه محتاج ايه، فانا متفهم جدا الطموح الخاص بابو جبل ان هو كان يخوض تجربه احترافيه وان هو يكون يعني بيسعى وراء الماده بشكل كبير، هو ادرى باحتياجاته واحتياجات بيته. ولكن في نفس الوقت كل لاعب حر، ولكن برضو الكوره والسوشيال ميديا وان كل حاجه اصبحت منفتحه بتدي الاحقيه ان اي حد يكون بينتقد وبيعلق، ولكن طول ما الموضوع في اطار لائق وطول ما الموضوع مش فيهوش اي تطاول، فمفروض بقى كل المشاهير يعني يكونوا متفاهمين ان خلاص من حق كل حد ان هو يكون بيعلق على تصرفاته ما دام احنا بنتكلم في اطار كامل الاحترام في تعليق على المحتوى، مش بشكل عام انت بتعلق على حاجه على حدث بعينه، مش بتتكلم بشكل في نقد غير بناء. يعني كانت وجهات نظر ولكن اتقربت لبعضها في الاخر. ابو جبل اكيد والقصه والملف بتاعه ده هيكون يعني متصدر المشهد في الفتره اللي جايه، جاي له كذا عرض، ولكن على المستوى المحلي هل ممكن يكون في جديد بيحصل في الفتره اللي جايه؟ الله اعلم. فيعني هنشوف طبعا ايه اللي هيكون بيحصل. خلينا برضو نديكم سريعا تفصيله ليها علاقه باكرم في طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني اللي افتقدناه في بطوله كاس امم افريقيا من بدايه المشوار. كان ليه ستوري كده على انستجرام لسه من دقائق قليله كتب فيها الحمد لله رب العالمين دائما وابدا. بعض الناس وبعض الاخبار بتقول ان وقفتي مع المدير الفني علشان الالتحامات العنيفه، وان انا مستعجل، انا مش مستعجل ولا حاجه، انا واخد بالي جدا في كل حاجه وان شاء الله باراده ربنا هكون برجع في الوقت المناسب. وقفتي مع المدرب علشان يكون بيتابع حالتي وبيطمن عليا بشكل او باخر. يعني مفتقدين واحد بامكانيات اكرم توفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله يكون بيعود سريعا ويعود كامل بكامل لياقته الفنيه والبدنيه والذهنيه علشان يكون بينور الملاعب مره تانية. وباذن الله يعني هو خلاص بدا يكون بيشارك في التدريبات الجماعيه، ولكن بيبقى باذن الله ان هو يكون بيظهر فيها المباريات وهو باذن الله في كامل لياقته. طبعا بنتمنى له العوده مره تانية. اكرم توفيق يمكن من افضل اللعيبه وكان متالق بشكل كبير جدا قبل الاصابه، بنتمنى له ان شاء الله العوده مره تانية سريعا. طيب خلينا نتكلم عن مباراه الاهلي وايسترن، نتكلم بشكل بقى فني شويه مع واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن تامر بجاتو. يا كابتن تامر صباح الفل عليك، منورنا. صباح الخير عليك وصباح الخير يحيى، صباح الخير يا مريهان. صباح الفل، ميرسي جدا على اللقاء ده. احنا سعداء بوجود حضرتك معانا، ويعني نتكلم من المباراه اللي فاتت قبل ما نتكلم مع حضرتك عن المباراه دي، اخر مباراه واخر ظهور للنادي الاهلي في بطوله الكاس امام مصر للمقاصه، قدر ان هو يعني يكون بيحقق فوز ويصعد لدور الثمانيه، ولكن طبعا يعني مش برضا جماهير النادي الاهلي. الى اي مدى انت شايف ان المباريات دي خلاص ما يكونش في ضغوط على اللعيبه؟ شايف مستر سوارش قادر يقدم ايه؟ هل قدرت تحكم عليه حتى ولو بنسبه بسيطه؟ يعني بشكل عام رؤيتك لهذا اللقاء قبل ما نتكلم عن مباراه النهارده. بص، اول حاجه طبعا قصة ان احنا نحكم على المدرب دلوقتي دي موضوع صعب جدا. كل الحكم دلوقتي هيبقى كله اجتهادي، مش بيزد على حاجه ان احنا شايفين خطه معينه او طريقه معينه جديده، لان جه على وقت لخبطه كبيره جدا عندنا. الجمهور والسوشيال ميديا بتاثر بشكل كبير جدا على اداء المدربين سواء واللعيبه، سواء يعني المدربين دول كانوا مصريين او مش مصريين. للاسف بيجي هنا الضغط بيبقى كبير جدا للاسف، عشان كله برضو بيتدخل فنيا يعني، ودي مشكله كبيره لازم ان احنا نحاول نحط لها حد يعني الفتره اللي جايه. الاهلي غير مستقر، في لعبة كتير عندها اصابات، في لعبة كتير عليها علامات استفهام ودي بقى لها كذا سنه، فدي نتيجتها. فصعب جدا طبعا ان هو يقدر اي مدرب ان هو يجي يحط اسلوب او شكل ما يعرفش حتى اللعيبه اللي لسه الصغيرين تحت السن اللي هم بيلعبوا دلوقتي، اللي هو اضطر يلعب بيهم دلوقتي.
فصعب جدا طبعا احنا نقيم مدرب لسه جاي جديد ونشوف هو عمل ايه في الفتره الصغيره دي في وسط اللخبطه اللي احنا بقول عليها دي كلها طبعا يعني. لكن الماتشات الاهلي دلوقتي عايز يكسب، الجمهور افتقد الثقه شويه في 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 اللعيبه وفي الجهاز الفني، فدي فترة زي ما بنقول فترة غربلة كده، فترة صعبة جدا. أتمنى إن الأهلي يطلع منها، لأن وجود الأهلي والزمالك في منافسة حقيقية فنيا دي أهم كتير جدا من المنافسات اللي هي على السوشيال ميديا بقى وجمهوره مين يقدر على التاني. ده بيعلي الدوري المصري جامد جدا لما يكون الأهلي فنيا عالي والزمالك فنيا عالي وبيت الأندية طبعا يعني. فالمباراة اللي جاية على الأهلي مش سهلة خالص، لا فنيا ولا نفسيا. الناس محتاجة تشوف الأهلي، جمهور الأهلي متعود على إن الأهلي بيلعب كورة مش بيكسب، في فرق واحد بيلعب ويكسب. لما تلعب كويس طبيعي جدا أوتوماتيك المكسب هيجي، لكن الناس متضايقة علشان الأهلي ما بيلعبش، فدي مش متعودين عليها جمهور النادي الأهلي. أتمنى إنها تعدي الفترة اللي جاية يعني. كابتن تامر، يعني قلت ان في سواريش لسه مش هقدر احكم عليه، وان الراجل لسه يعني انا معاك ان هو جاي في توقيت صعب، عنده اصابات، بعد كده قرارات من مجلس الاداره بلعب المباريات المتوقعه بشباب النادي الاهلي، ولكن يعني شفت حاجه من سواريش، جمله، شكل، تاكتكس، حاجه من سواريش، ولا لسه انت بتتكلم برضه في اكتر من 14 ماتش؟ هو الراجل بقاله شويه يعني درس بعض اللعيبه، درس بعض الفرق اللي موجوده في الدوري المصري، فهل يعني استشفيت اي حاجه من شكل سواريش تقدر تقول لجمهور النادي الاهلي ان الراجل ده مدير فني كويس هيستكمل مشواره مع النادي الاهلي ولا لا؟ بص، ما هو يعني قصه فنيا دي، مع احترامي طبعا اي حد هيحاول يتكلم فنيا عن سواريش مش هيعرف، لان هو ما عندوش فرقه ثابته. انت متخيل انت كل انا مدرب جاي كنت جاي على فرقه لقيت نصها مصاب، وبعد شويه صحيح لقيت النص الثاني مش في المستوى اللي انا شفته بيه، فاضطريت ان انا اجيب لعيبه من تحت صغيرين انا ما اعرفش حاجه معاهم خالص بقى، حتى ايفن مجلس الاداره مش عارف قوي او الفني مش عارفين بالظبط اللعيبه دي حتى بتلعب ازاي، وتيجي تعمل توليفه بقى من حد كده وعايز تحط خطه. لكن طبيعي جدا ان هو الخطوط العريضه ان هو جاي يمسك النادي الاهلي، نادي بياخد بطولات، نادي بياخد دوري المصري على طول اكتريه الاوقات، فطبيعي جدا انه هيلعب بطريقه هجوميه. لكن وده يمكن هقول لك عليه، ان هو بيلعب بالجرأه الهجوميه الطبيعيه اللي طبيعي لازم يلعب بيها النادي الاهلي لما يكون كامل ولما يكون مستقر، لما تكون الفرقه على الاقل عارفه بعض، مش نصها جاي من ناشئين ونصها فوق. طبيعي انه يلعب هجومي او يعني ضاغط. الظروف دي يا كابتن تامر ما تخليش اي مدير فني حتى لو كان كويس ان هو يبان فنيا او ان هو يقيم فنيا في ظل ظروف صعبه، هي ظروف قصدك هي اللي حكمت على سواريش ان هو لسه ما قدمش اي حاجه للنادي الاهلي؟ ممكن يكون مدير فني كويس يجي في ظروف احسن من كده فبيشتغل باريحيه اكتر بعيده عن الضغوطات اللي ممكن تكون من قبل جمهور النادي الاهلي. ده اكيد المدير الفني علشان يبان طريقته في الملعب او اسلوبه في الملعب او يغير من شكل معين جوه الملعب، حتى لو هيغير لعيب واحد ممكن يقلبه من اليمين للشمال مثلا، متعودين يلعب ناحيه الشمال يلعبه ناحيه اليمين، يعني يبان فكره او يبان طريقته الفنيه تبان في الملعب. لازم معايا فرقه مستقره وانا جاي شايفها قبل ما امسك الفرقه، فانا عارف انا بعمل ايه عشان ابين شكلي. لكن يعني لو جبت جوارديولا بصراحه مش هيعمل حاجه، يعني هتلاقي المنظر زي ما هو كده بالظبط يعني. فاتمنى ان احنا الاستقرار مهم جدا، يعني احنا عندنا لخبطه في الحته دي للاسف. طبعا هتطرق لقصه يعني كابتن ايهاب جلال، نفس القصه، ما ينفعش تجيب مدرب وتديله يا دوبك كده كان ماتش وعنده اصابات وناس مش موجوده والدنيا قايمه على اللعيبه واللعيبه نفسيا مش، والجمهور نفسيا مش مظبوط، وتيجي تقول له يعمل حاجه، مش هيعمل حاجه، واي حد كان يجي مش هيعمل حاجه.
لان لازم تحط تبقى مستقر علشان تقدر تبقى طبعًا. مستوى ثابت اللي هو بعد كده يكسبك. يعني قصة ان احنا مشكلتنا في مصر شوية بقينا كام سنة للأسف يعني احنا عايزين نكسب مش عايزين نلعب. والكرة اساسها بلاينج يعني اساسها يعني بقول لك بلاي بلاي يعني نلعب مش اكس مش وين. انت لازم تلعب الاول ولما تلعب ويبقى عندك شكل كويس وعندك فنيات عالية جدا واللعبة تقدر تاخد ثقة وتقدر تلعب في مستوى كله فكري وفني ونفسي مظبوط هتلاقي عندك نتيجة حلوة جدا هتقدر تكسب بعد كده. يعني اللعب هو اللي بيكسبك. احنا هنا بقالنا فترة طويلة شوية كام سنة حقيقة ودي نتيجتها للأسف يعني لو هتكلم بصراحة شوية نتيجتها فنيا الدوري المصري ضعيف جدا نتيجة ان الفرقة كلها عايزة تكسب وخلاص عايزة تاخد فلوس اكتر عايزة تاخد اعلانات اكتر عايزة تشارك في بطولة مثلا افريقيا اكتر مش باللعب بالمكسب. ودي مشكلة كبيرة جدا اتمنى ان احنا نلاحظها من الناشئين والمدربين. لازم يبقى عندنا في مصر طريقة لعب. يعني لو مسكت اي فرقة برة حتى الفرق اللي هي عندهم هوية تقدمت مؤخرا في الكورة بياخدوا بالظبط عندهم هوية بالظبط عندهم هوية قبل ما بيجيبوا مدرب بيشوفوا امكانيات لاعبتهم ايه. طب خليني يا كابتن تامر اسالك سؤال يعني ممكن البعض يعمله لان طبيعي ان يكون في مقارنات ما بين الاهلي والزمالك. يعني الناحيه الثانيه مستر فيريرا جه برضه في وقت كان صعب بالنسبه لنادي الزمالك بالرغم ان هو كان ليه ولايه سابقه ولكن بتبقى كل ولايه مختلفه. يعني عدد اللعيبه اللي هو كان مرنهم قبل كده ما كانش كبير. طارق حامد اكيد الوضع كان واضح عدد من اللعيبه حتى كان مجلس الاداره بيتكلم على ان هو رافض التجديد ليهم حتى لو هم عايزين يفضلوا. ممكن يكون كان موجود ساعتها في وسطهم اسم سيف الدين الجزيري اللي دلوقتي اصبح متالق وهو كمان عنده الرغبه يفضل مع نادي الزمالك. يعني قصدي ان كان في برضو تحديات مشابهه والفتره اللي كانت مع كارتيرون ما كانتش احسن حاجه على الاطلاق. ومستر فيريرا فعلا لما وصل خسر مباراتين اعتقد علشان بعد كده يكون قادر يحسن بعض الشيء من النتائج ويقدر يعرف اللعيبة بتاعته ويغير بعض المراكز. يعني بصمته ظهرت بشكل ممكن نقول أسرع لو عملنا مقارنة ما بينه وبين سواريش. إيه أوجه الاختلاف من وجهة نظرك؟ أوجه الاختلاف طبعا فيريرا بروفيسور زي ما بيقولوا يعني راجل محنك راجل عنده فيجن شوية يعرف كتير عن الدوري المصري فزي ما نقول كده مذاكر كويس مجهز نفسه غير ان هو عنده خبرة قديمة جدا. فتاني حاجة نادي الزمالك فنيا مستقر جدا ما كانش فيه غيابات كتير ولا اصابات كتير عنده لعيبة هم احسن يعتبروا من احسن لعيبة في مصر فنيا فدي يعني دي اظن 3 4 حاجات مقاومات بس معظمهم كان حتى في الوقت ده يا كابتن تامر ما كانوش في حالتهم. يعني بصمت. حتى يعني لو كنا بنتكلم على اشرف بن شرقي حتى في الوقت ده لا كان بينتقد وما كانش في احسن حالاته وكان في انباء كتيره حواليه هو هيكون بيرحل ولا لا. يعني في الوقت ده برضو لا كان في مشاكل كتيره جوه لعيبه وصفوف الفريق. يعني ما كانتش الدنيا احسن حاجه ولكن هو قدر يفوق لعيبه كتير. حتى دلوقتي بقينا بنشوف دور شيكابالا كقائد اللي يختلف عليه كشخص بره الملعب دي قصص مختلفه ولكن على امكانياته ودوره مع الفريق ده لا اختلاف عليه. فاعتقد ان برضو في نقاط المدير الفني طبعاً. قدر ان هو يشتغل عليها مع الفريق اللي ما كانش في احسن حالاته. يعني طبعا انا معاكي طبعا برهان في الموضوع ده. طبعا هو انا بقى الكيميك بقى خبره ودي اول حاجه قلتها على فريرا ان هو محنك عارف الدوري المصري كويس جدا عارف سيكولوجيه اللاعب المصري فلو جه في الاول زي ما قلنا ان هو خد له ماتشين مثلا مش مظبوط ولكن خلينا نتكلم حتى لو اشرف بن شرقي كان مش في مستواه او كده كل ده حلو جدا بس هو لعب كويس قوي فهي دي النقطة. يعني بنتكلم على شيكابالا لا لعيب كويس قوي فالبيز موجود لكن لو اللعيبة مستواها مش قوي وطبعا النادي الأهلي فيه لعيبة كتير جدا مع احترامي طبعا لكل اللعيبة ما بحبش أتكلم فنيا عن حد بعينه ولكن لا لعيبة النادي الأهلي فيه علامات استفهام على لعيبة كتير جدا حتى
الافارقه المحترفين موجودين الحقيقه. انا من وجهه نظري يعني دون المستوى تماما، فمش مش مش اللعيبه اللي تجيب بطوله او بيلعبوا في نادي الاهلي ان هم بيبقى عليهم ضغط جماهيري والفرقه تعتمد عليهم ويقدر يشكلهم او المدرب يقدر يشكل من اللعيبه دي انهم يعملوا فارق زي ما في نادي الزمالك اللعيبه اللي جت كلها المحترفين في صف نادي الزمالك بيصنعوا الفارق فعلا يعني، ده نتيجه ان هم مستواهم فعلا عالي. كون ان هم يبقوش مستواهم ماتشين او ثلاثه او بيفكروا بقى في تجديد عقود، عايزين يسافروا عايزين يقعدوا، ده موضوع تاني. لكن البيز اللي موجود ان هو لعيب فعلا لو يعني تعاملنا معاه نفسيا وفنيا كويس جدا يطلع منه شغل كويس قوي، عكس اللي بيحصل طبعا في النادي الاهلي. واحنا شايفين حتى لعبه الافارقه كلها عليها علامات استفهام الماتشات اللي فات، في غلطات قاتله يعني قاتله جوه الماتش، يمكن الناس يعني او الناس بتاخد بالها دلوقتي، مش بياخد بالها من الباص الصغير قد كده، بياخد منها من الجمل اللي ممكن تحصل. طب كابتن تامر سريعا، شايف مباراه النهارده ازاي؟ وهل المباراه النهارده هتكون صعبه بالنسبه لسواريش في ظل ان كابتن علاء عبد العال طمعان في اي ثلاث نقاط النهارده؟ ثلاث نقاط تخليه 31 نقطه فيبتدي يقرب شويه، شايف صعوبه المباراه النهارده في ايه يا كابتن تامر سريعا قبل ما نقفل مع حضرتك؟ بص سريعا طبعا ماتش صعب، صعب جدا الفرقتين، الماتش هيبقى يعني هيبقى صعب على الاثنين الحقيقه. ده عايز يفضل وده عايز يحاول يكمل ويطلع بالفرقه نفسيا. انا بس عايز اتكلم في نقطه سريعه جدا نقفل على قصه النادي الاسماعيلي. يعني اتمنى طبعا المهندس يحيى الكومي وعنده ضغط جامد جدا جدا، صحيح، اتمنى النادي الاسماعيلي نحاول نقف للاسف، لان احنا الدوري عندنا بقى صعب جدا، انديه القمه زي ما بيقولوا، دوري بنادي زي دوري الشركات، كل الدوري كله بقى دوري شركات. فاتمنى ان احنا نرجع الانديه الجماهيريه تاني، لان دي اساس الكوره واساس اللعبه والجمهور اساس اللعبه، فده فارق جامد جدا جدا. وحاجه تحزن ان يعني انا اشوف نادي الاسماعيلي في المكانه دي، وبقيه الانديه الجماهيريه اللي للاسف مش موجوده ونزلت درجه تانية تحت. الموضوع ده لازم نشوف له حل، لان مفيش قوام دوري في العالم يبقى القوام بتاعه دوري شركات بدون جمهور. انا متاسف طبعا جدا، يعني احنا ما عندناش غير الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري، خمس فرق، هو ده قوام الدوري. الباقي كله مع احترامي طبعا بقى في غزل المحله بقى كانوا اسوان، يعني كل دي فرق جماهيريه الكلام، يعني هنقول غزل المحله ولكن ده مش ده مش صح، وده اللي هيخلي المستوى بالمنظر ده. والجمهور اللعيبه اللي بتلعب من غير جمهور مهما كانوا بياخدوا ملايين، مع احترامي طبعا للانديه والشركات اللي حاطه مبالغ كبيره جدا ومش عارف يجيبوها منين وبياخدوا منها ايه، بتقلل الفنيات. اللعيب من غير ما يكون جمهور واقف وراه بيحاسبه لما يخسر، ما بيعرفش ينزل من بيتهم، بيعلى مستواه. لما بيكسب والجمهور بيحفزه بيعلى مستوى اكتر، وده في الاخر هيرجع على الفنيات الدوري المصري وهيرجع على منتخب مصر. فضغط الجمهور مهم جدا، ممكن يكون لعيب كبير جدا وقوي جدا بس بيلعب في نادي شركه، عمر ما مستواه هيعلى. فالجمهور هو اساس الكوره، يا ريت نرجع للانديه الجماهيريه، لان اللي بيحصل ده بصراحه وده اللي بيخلي يا كابتن تامر يحصل فجوه كبيره ما بين يعني مستوى اللاعب لما بينتقل ويكون متالق في نادي شركات وبعد كده يتصرف عليه فلوس كتيره جدا عشان يتنقل لنادي جماهيري ما يبقاش عارف يلعب ولا الفريق عارف يستفيد منه، بالرغم ان هم صرفوا فلوس كتيره جدا عليه، لكن هو مش متعود، هو بيتالق في نادي ما فيش ضغوط فيه، يروح بقى فريق تاني ما يكونش عارف يأدي بنفس الشكل ده. فان شاء الله يكون في تطور افضل في القصه بتاعه ان يكون في انديه شركات، احنا مش ضدها، ولكن يكون العدد الاكبر للانديه اصحاب الجماهير، علشان هو ده يعني النبض الحقيقي لملاعب الكوره. نشكرك شكرا جزيلا لكابتن تامر بجات، واحد طبعا من نجوم نادي الاهلي السابقين كان معانا، واكيد هيكون انا بشكركم جدا، بس انا ضدها بصراحه، ما اكدبش عليك يعني ولا انا ضد انديه الشركات، يعني انا اسف جدا طبعا. شركات تروح ترعى الانديه الجماهيريه، لكن مش يبقى كده. احنا لو احنا الحمد لله ان الدوري المصري ان الجمهور ما رجعش، الجمهور لو رجع كام سنه اللي فاتوا دول، واظن ان الجمهور ما رجعش بسبب الموضوع ده. تخيلي احنا ما عندناش الاربع خمس ماتشات اللي هيجي فيها جمهور، الباقي كاننا بنلعب، انا اسف طبعا، يعني دوري مدارس من دوري شركات. حتى لما يلعب مثلا شركه مع شركه مين هيروح الاستاد؟
احنا لو الماتش اتذاع بجمهور وده قال لك ده الدوري المصري دي كارثه. احنا كويس قوي ان لغايه دلوقتي الجمهور ما رجعش كامل للملاعب. فدي نقطه لازم اتحاد الكوره من ضمن المفروض الرؤيه او الفيجن بتاعتهم اللي بقوا حاطينها ان ما اعرفش هيعالجوا ده الموضوع ده ازاي. الموضوع ده مهم جدا وده مربط الفرس على فكره. غير طبعا قطاع الناشئين اللي لازم برضه يتحط له اسس ويتحط له معايير كتيره. يعني موضوع كبير قوي مش هطول عليكم واكيد زهقتوا مني. لا خالص انت منورنا والله يا كابتن. يعني اشكركم على اللقاء جدا. انا زهقت من يحيى بس حضرتك منورنا. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. ليه يحيى كويس بس عامل ايه؟ لا لا هو عامل نفسه كويس. ويحيى مديكي فرصتك ما تتكلمش خالص. انا قاعد ساكت والله يا كابتن تامر ما اتكلمتش اهو. قول لها ياخد كوبايه شاي ويطلع ويرجع تاني. حبيبي يا كابتن مصر. صباح الخير عليك يا كابتن. بنشكرك شكرا جزيلا. تشتكيني بس تشتكيني الضيوف. انا لسه هشتكيك. انا لسه ده لسه بنطلع فاصل هشتكيك الكنترول كله باذن الله. شوف اكرك ايه بعد الفاصل. مشاهدينا انا واصل ماشي خالص ونرجع بقى بقى لوحدي ان شاء الله. مشاهدينا بجد الترحيب بحضراتكم مره تانية. نستكمل اخبارنا او نبتدي بقى اخبارنا. احنا لسه نستكمل حلقتنا ونبتدي اخبارنا من اون فاير نيوز. نبتدي باخبار النادي الاهلي وطالب البرتغالي ريكاردو سواش المدير الفني الاهلي من لاعب الفريق ان انت تحافظ على نظافه شباك الفريق النهارده امام استرن. واشاد ريكاردو سواش بخط دفاع النادي الاهلي خلال الماتشات اللي فاتت واكد للاعبي دفاعات النادي او دفاع النادي الاهلي ان انتم بتقدموا عروض جيده واتمنى ان ده يستكمل المباريات الاخيره. وده يعني دايما هتلاقي سواريش بيتكلم مع لعيبته قبل المباراه النهارده صعبه مباراه مهمه اكيد هيبتدي يتكلم معاه بيوجه لهم نصايح تعليمات فنيه وبيتكلم على او بيشيد بخط دفاع النادي الاهلي ان هو بيقدم مباريات جيده بيطلعوا كلين شيت في الماتشات الاخيره اللي خاضها النادي الاهلي مع سواريش. ولكن محتاج يتكلم برضه زي الخط ده محتاج يتكلم مع الخط الهجومي اللي عند النادي الاهلي زي ما انت مهتم تهتم بناحيه انت خرجت كلين شيت يمكن في 7 ماتشات ولكن محتاج برضه يكون في شكل هجومي يكون مرضي للجمهور النادي الاهلي. وهنشوف النهارده هيقدم ايه زي ما كنا بنتكلم في بدايه الحلقه سواريش امام الكابتن علي عبد العال. نروح برضو لخبر تاني من داخل النادي الأهلي. وعقد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأهلي جلسة خاصة مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق واللي بيغيب عن مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة وده بسبب الإصابة اللي تعرض ليها في مباراة فريقه أمام فيوتشر بمزق في العضلة الخلفية. اطمن المدير الفني على البرنامج التأهيلي اللي بيقضى عليه اللاعب خلال الفترة الحالية من أجل تحديد ميعاد عودته للتدريبات الجماعية مع الفريق مرة تانية. وبيواصل طاهر محمد طاهر حاليا تدريباته التأهيلية بالجري حوالين الملعب وبينفذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي. يعني أصيب طاهر في وقت كان ممكن النادي الأهلي بيقدم فيه مش أفضل يعني عروضه ولكن كان فيه رضا كبير جدا من جماهير النادي الأهلي إن طاهر بيجتهد وبيحاول يعني بصمته مع الفريق باينة إلى حد ما. يعني تختلف آراء يعني طول الوقت في اختلافات في الرأي حوالين بعض اللعيبة ولكن الروح بتبقى باينه عند اللعيب اللي بيجتهد. دي حاجه بقى ما فيهاش اختلاف بيبقى باين مين اللعيب اللي بيموت نفسه وبيقاتل ومين لا حتى لو طبعًا. موفق او غير موفق يعني طبعا يعني طاهر اكيد من اللعيبه اللي كان بيعتمد عليها النادي الاهلي في الفتره الاخيره قبل الاصابه ولكن بيصاب في توقيت صعب اكيد بالنسبه للنادي الاهلي. نتمنى له اكيد ان شاء الله العوده مره ثانيه. نروح لاخبار نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور اتخذ قرار بصرف مكافاه الفوز على الاسماعيلي كاس مصر كنوع من انواع الدعم والتحفيز للعيبه قبل مباراه الفريق امام فاركو في الدوري اللي هتكون يوم الجمعه ان شاء الله. بيحتاج الزمالك للفوز في ماتشين من اجل حسم الدوري بشكل رسمي بعيدا بقى عن نتائج الفرق سواء بقى بيراميدز او الاهلي واكيد الراجل شغال على ده. فاركو ماتش مش هيكون سهل تماما. نونو الميدا وتكتلاته الدفاعيه والشكل اللي بيظهر بيه نونو الميدا مع فرق الدوري المصري كله ولكن فريرا اكيد هيكون بيشتغل على ده. عنده لعيبه كتير عنده حلول فرديه لمعظم لعيبه التلت الهجومي عند نادي الزمالك. هنشوف هيكون بيقدم ايه امام نونو الميدا ولكن مكافئات للعيبه نادي الزمالك وتحفيز من قبل مجلس اداره نادي الزمالك لحسم الدوري في المباراتين القادمتين.
طبعا تركيز نادي الزمالك ومجلس ادارته والجهاز الفني باللاعبين بكل حتى الجماهير في التوقيت الحالي ان هم يكونوا بيحصدوا بطوله الدوري، بيحافظوا عليها مره تانية على التوالي. ده مش بيفصل خالص برضو التركيز عن فتره الانتقالات الصيفيه وابرز الصفقات اللي النادي الزمالك بيحاول يحسمها في الاسابيع الحاليه. حصل بالفعل مسؤولي نادي الزمالك على موافقه محمد رضا بوبو لاعب خط وسط فيوتشر على الانتقال لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه. اكد اللاعب لمسؤولي الزمالك انه بيرحب بشكل كبير ان هو ينتقل للنادي وانه شرف لاي لاعب انه يلبس تيشيرت نادي الزمالك، وطلب بوبو من مسؤولي نادي الزمالك حسم المفاوضات مع اداره فيوتشر لانه لا يحق ليه الرحيل الا بموافقه اداره ناديه. يعني طبعا بوبو واحد من اللعيبه اللي ظهر بشكل جيد جدا في وسط فريق ظاهر اصلا بشكل جيد وهو فريق فيوتشر، فيعني بكل تاكيد هتكون صفقه مهمه هيقدر يحسمها نادي الزمالك ام لا. طبعا ده كله هيبان في خلال الساعات اللي جايه. يعني محمد رضا بوب واحد من اللعيبه اللي كان عليها كلام كتير سواء من قبل الاهلي او الزمالك، مفاوضات هنا مفاوضات هنا، نشوف في الاخر هيكون مين بيقدر يحصل على خدمات محمد رضا بوب، واحد من النجوم اكيد فيوتشر. لسه مكملين مع حضراتكم، وفيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عمل جلسه مع اللعيبه، اتكلم معاهم اكيد بعد طبعا تمرين امبارح، اتكلم معاهم عن مباراه الاسماعيلي وتهنئه كده بعد مباراه الاسماعيلي، واتكلم معاهم كمان ان انت لازم تكون بتفصل كويس جدا ما بين ماتشات الكاس وما بين ماتشات الدوري، وكمان قال لهم ان انت مهم جدا ان انت تكون بتكسب بالماتشين اللي جايين ومركز كويس جدا في الماتشات اللي جايه من مسابقه الدوري، ان انت لازم تكون بتحقق كل 3 نقاط في كل مباراه جايه، وان هو هدفه تحقيق الفوز في كل الماتشات، ان انت تستكمل سلسله انتصارات عشان تكون بتحسم لقب الدوري. وكمان اتكلم مع اللعيبه في بعض التعليمات الفنيه كده بعد التمرين امبارح. لسه بنكمل اخبارنا، وطبعا واحد من اهم اللاعبين دلوقتي مع نادي الزمالك، الحقيقه نادي الزمالك ما تقدرش تسمي اسم بالتحديد لانه ما يميزه في التوقيت الحالي هو الشكل الجماعي اللي بيمتلكه الفريق وعدد كبير من اللعيبه المتالقه في هذا التوقيت. محمود حمدي الونش طبعا من ابرز اللعيبه طبعا اللي موجودين في خط الدفاع بالنسبه لنادي الزمالك، واللي بيعود مره ثانيه للتدريبات امبارح الثلاث اللي اقيمت على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله في مقر القلعه البيضاء، وده استعدادا لمباراه فرقه اللي جايه اللي هتكون يوم الجمعة. كان الونش خاض برنامج تأهيلي في الأيام القليلة اللي فاتت قبل مباراة الإسماعيلي الأخيرة في كاس مصر، ده بسبب معاناته من الإجهاد العضلي مما ترتب عليه استبعاده من المباراة اللي فاتت علشان يكون بياخد راحة سلبية. أدى الونش التدريبات مع الفريق امبارح بصورة طبيعية، وخاض التدريبات الخاصة سواء أنه يكون يعني بيجري حوالين الملعب بشكل خفيف في بداية المران، بعد كده قدر أنه يكون بيشارك في التدريبات الفنية. طبعا الونش واحد من اهم لاعبي نادي الزمالك، بيعتمد عليه فيريرا بشكل كبير جدا سواء بقى بجانب المسلوسي او حسام عبد المجيد، ولكن الونش واحد من اهم اللعيبه اللي بيعتمد عليها فيريرا في كل المباريات اللي فاتت. نستكمل اخبارنا، واحمد فتوح ونيمار اتنين لعيبه من نادي الزمالك ومن نجوم نادي الزمالك بياخدوا تدريبات اضافيه، بتتكلم ان هو بيزود عليهم حمل بدني قبل ماتش فاركو، واهميه ماتش فاركو بالنسبه له ان انت بتتكلم ان هم اتنين لعيبه ما شاركوش في التقسيمه الفنيه اللي خاضها الفريق، ولكن الراجل بيشتغل معاهم بشكل كده يعني جانبي شويه سواء فتوح او نيمار عشان يكونوا جاهزين لمباراه فاركو. مشاهدين لسه مكملين مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل نواصل. طبعا اتكلمنا كتير عن كل الاخبار المتعلقه بكره القدم محليا، ولكن برضو ده لا يفصلنا ابدا عن كل التطورات على مستوى الكره العالميه. خلينا نفكركم كده ان قبل نهايه فتره الميركاتو مع بدايه الدوريات الاوروبيه الحقيقه ظهر اكتر من نجم بشكل مميز مع نادي القديم اللي قرر ان هو يكون بيرجع له مره ثانيه السيزون ده. يعني مثلا هنلاقي لوكاكو سجل في اول ماتش مع انتر ميلان ضد ليتشي بعد ما رجع من تشيلسي، نفس الكلام بالظبط مع الكسندر لاكازات واللي رجع اولمبيك ليون بعد فتره ارسنال، وهتلاقي كمان مثلا بول بوجبا اللي بدا مشواره مع نادي القديم يوفنتوس بعد فتره طويله مع مانشستر يونايتد. فخلونا كده نروح لتقرير عن عوده النجوم مره ثانيه لانديتها قديمة، ونشوف العودة دي هتكون ناجحة ولا لا يا لذيذ. طبعا يعني يمكن زي ما شفنا في التقرير لعيبة كتيرة رجعت مرة تانية تألقت مع انديتها، زي ما كانت بتتكلم مريهان لاكازيت مع أرسنال،
ما كانش افضل حال لوكاكو مع تشيلسي، برضو ما كانش افضل حال رجع مره تانية انتر ميلان، ان هو كان متالق معاهم بشكل كبير جدا. بول بوجبا انا بشوف ان هو نجح مع يونايتد، رجع مره تانية ممكن يستكمل مسيره نجاحه، بس انا بشوف ان بول بوجبا واحد من اللعيبه اللي نجحت مع يونايتد، واحد من اللعيبه اللي كانوا مهمين جدا مع مانشستر يونايتد، فاكتر من لعيب ممكن هو اللي بيلاقي نفسه مع فريق معين، ممكن في لعيبه مش بتتاقلم بالسهوله اللي انت ممكن تكون فاكرها، في لعيبه كتير بتبقى كويسه جدا بتيجي الفريق ما بتنجحش معاه، مش هو ده ما بيقولش ان هو لعيب مش كويس، لا بيكون لعيب كويس ولعيب امكانياته كبيره جدا، بس هو كميته مش ماشيه مع الفريق ده او مع مدير فني او مع ضغوطات جماهير ايا كان ايه الموضوع، فبيبقى في تفاصيل تانية كتيرة جدا، ففي لعيبة بتتألق هنا ولعيبة بتتألق هنا، بتشوف ده في كل الدوريات اللي في العالم يعني، واكتر من مثال طبعا اختنا مريهان كانت لسه بتقول عليهم يعني، وقالت لنا حاجات يمكن محدش انا كده دايما بفيدك محدش عارفها، اديتينا كم معلومة كده يعني عظيمة جدا الحقيقة. عندك لعيبة تانية راحت من انت الحتة ولا تمام؟ انت جامد بقى وروش، انت روش الصبح. لا 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 بص يا يحيى، انا شايفه ان كده حلو قوي النهارده، نوصل لاخر حلقتنا اهو، الدنيا تمام، نقول بس بقى للناس اللي قالوه. طبعا خلونا قبل ما نختم حلقتنا ونستعرض معاكم كده ابرز التوقعات اللي جت لنا من خلال سؤالنا النهارده في فقره اللعبه. تتوقع ايه نتيجه مباراه النادي الاهلي وايسترن كومباني النهارده في بطوله الدوري؟ طيب احمد سمير كتب حاسس ان بالاداء هتنتهي تعادل، بالاداء ده بالاداء الحالي يعني للنادي الاهلي هتنتهي بالتعادل. احمد مراد بيتوقع فوز الاهلي 2-0 ان شاء الله. علي فراج كتب الاهلي هيتفوق على ايسترن بثلاث اهداف مقابل لا شيء. نور صباح الفل بيتوقع فوز الاهلي 3-0. طيب يعني دي كانت بعض الاجابات على سؤال حلقه النهارده، ماتش مش هيكون سهل، الماتش هيكون صعب، ماتشين النهارده في الدوري المصري الممتاز امبي وطلائع الجيش، والناحيه الثانيه ايسترن والنادي الاهلي، ماتشين نتمنى نشوف فيه متعه كرويه. مشاهدينا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، شفت من اللخبطه وانا عمال اقول مريم بتتلخبط، عماله تعمل لي كده دلوقتي جنبي وفرحانه ومبسوطه. شكرا معناها سهله جدا بحرف الموضوع سهل جدا، اشكري بقى شكرا شكرا ليكوا، شفتوا الموضوع سهل ازاي، بس هو بس بيتلخبط كده على طول. نفضل بقى نلم وراته للحلقه. مشاهدينا بشكركم شكرا جزيلا، وطبعا تحياتنا موصوله لحضراتكم، بكره باذن الله حلقه جديده من صباح اون تايم. صباح الفل عليك يا يحيى. صباح الفل عليك يا مريم، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا والى اللقاء.